منتخب الشباب فاز على الأميرية، منتخب الشباب تحت القادة الفنية للكابتن ربيع ياسين يعني، فاز على الأميرية 2-0 وديا وحولاقي وادي دجلة يوم الخميس. كان أحرز الهدفين حسام أشرف ويوسف لبيب. بص بقى الكابتن ربيع ياسين، كابتن ربيع ياسين مدير فني ما بيفرقش معاه حاجة. كابتن ربيع ياسين في 2013 أخذ الفرقة بأوتوبيس اللي راح لعب بقى كاس عالم، كاس أفريقيا آسف، وفاز بكاس أفريقيا في الجزائر. مثال حلو، مثال حلو. الراجل ده مجتهد، أخد أوتوبيس طلع بيه من هنا من مصر، أوتوبيس طلع بيه على أسوار. فالناس ساعتها كابتن ربيع، يا كابتن ربيع تاخد ليه الفرقة بأوتوبيس توديهم أسوان يلعبوا هناك ماتش؟ ما طيارة. كابتن ربيع قالك لا، يتعبوا، لا يشتغل ويجتهد، وإيه المشكلة؟ يعانوا. طب ليه يعانوا؟ ما ممكن يركبوا طيارة، هو عنده أفكاره كده. فالراجل ده بيشقى على كل تفصيلة، فما عندوش ماتشات، هيعمل ايه؟ هيقعد يحط ايده على خده، هيحط ايده على جنبه ويقعد يعمل كده، يا جماعه انا اجيب منين ماتشات واخوانا، وهقعد يهاتي هجيب اي فرقه العبها، وهنفذ التكتيك بتاعي، وهدور على فرق تانية، وهعمل اي حاجه عشان خاطر اشتغل، واعمل اي حاجه عشان المنتخب ده يبقى كويس. كابتن ربيع من الناس اللي عندها ضمير في شغلها، ربنا يا رب يكرمه ويوفقه. المنتخب لاعب الاميريه، يلعب الاميريه، يلعب الحبانيه، يلعب مركز شباب الكوم الاخضر عندنا، يلعب مركز شباب الكوم الاحمر، يلعب اللي يلعبه. اهم حاجه انه بيلعب وانه بيقف على مستوى لعيبته وان هو بيشتغل. وخد بالك انه في بشهاده الناس اللي موجوده في نادي الزمالك جزء كبير من الاسماء اللي تم تصعيدها للفريق الاول الكابتن ربيع ياسين كان حاطط عينه عليها من قبل ما تصعد، كان واخدها لمنتخب الشباب. فخليكم فاكرين الحاجات اللي شبه كده.